مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم وتغطيتنا الخاصه من مهرجان العالمين في نسخته الثانيه لسه مستمره، وانا معاكم دلوقتي من على مسرح يو ارينا، واحنا معاكم واحنا بنغطي كواليس كمان الحفل الغنائي الضخم اللي هيقام. طبعا هنتكلم على حفل كبير جدا، الفنان الكبير حمزه نمره، الفنانه سعاد ماسي، وايضا باند مسار اجباري. الحقيقه واحنا بنتكلم على الحفله دي مش حفله واحده، دي ثلاث حفلات في بعض. معانا دلوقتي نجم مميز جدا، صاحب مشروع غنائي او مشروع فني متكامل ومختلف، دايما عنده رؤيه مختلفه، دايما طول الوقت حريص انه يقدم منتج فني بجد. يمكن الفن المصري محتاجه، الفن العربي كله محتاجه. معايا نجم الكبير حمزه نمره، نورنا. انتوا المنورين والله، وكل مشاهدين القناه الاولى، وفرصه سعيده. انا اسعد وسعيده جدا ان انا معاك النهارده، واحنا دلوقتي على الستيج على مسرح يو ارينا. خليني اعرف منك مبدئيا رؤيتك ايه للمسرح، او ما دخلت مدينه العالمين، مهرجان العالمين شايفه ازاي؟ والله حاجه فوق الوصف الحقيقه. المسرح متميز جدا، و يعني ده خلاني متحمس اكتر لحفله بكره ان شاء الله، وتكون حفله جميله. طبعا مدينه العالمين يعني ما توصفش، مكان جميل جدا، وانا بقول دايما مكان عائلي لكل الاسره. انا واسرتي موجود الاسبوع اللي فات اصلا، فانا بحب البحر وابقى قريب من البحر. والساحل الشمالي عموما متميز جدا في مصر، يعني انا شايفه من اعلى الاماكن السياحيه على مستوى العالم يعني. فان شاء الله ربنا يوفقنا في المدينه مدينه العالمين الجديده، وتكون ليها مرتبه خاصه في العالم ان شاء الله. ان شاء الله. انت عملت حفلات وكونسرتس قويه جدا وكبيره جدا في اماكن كتير جدا حول العالم عامه. لو هنتكلم على المسرح اللي احنا واقفين عليه دلوقتي، شايف المسرح ازاي بالمقارنه بالمسارح العالميه؟ يعني هو زيه زي اكبر المسارح المعروفه والتجهيزات القويه جدا. انا يعني مبهور حقيقي بالتفاصيل، و يعني كلها يعني انا ما اقدرش اقول ان هو يعني شغل يعني مظبوط 100%، ويتبقى بس انه الواحد يطلع على الستيج ويعمل احسن ما عنده علشان الجمهور يبسط ان شاء الله. طيب واحنا واقفين مع بعض، انا كنت سامعاك بتدندن حاجه، كنت بتدندن ايه؟ لا هو بس وورمينج، لان انا طبعا بنعمل ساوند تشيك الفجر دلوقتي فلازم الواحد يعمل وورمينج للفوكال بتاعه، فاي لحن في دماغي جه، فمش فاكر اصلا انا كنت بدندن ايه. انا اللي سمعتك، انا اسفه. طيب حمزه، انت ليك يعني الميوزك بتاعتك، الموسيقى بتاعتك مختلفه، ومن اول ما ابتديت خالص، من اول بداياتك، اغاني اللي بيقدمها حمزه نمره من اول الكلام للميوزك بجد مختلفه، وبتعمل حاله مختلفه. انت وانت بتختار الميوزك دي، وانت بتقدم الميوزك دي، كان عندك اكيد مسج او عندك رساله عايز تقدمها، ايه اللي انت كنت حريص ان انت تقدمه؟ انا دايما بقول ان انا فنان بحاول اوصل مشاعر انا بحس بيها او شفتها حواليا من الناس اللي بحبهم، او حاله معينه انا شفتها وحاسس ان عايز اعبر عنها. ودايما ببقى يعني املي انه اللي انا حسيت بيه ده او المشاعر دي تلقى صدى عند المستمع يعني. فدايما بنبسط انه لما بعمل اغنيه والاقي في ناس كتيره بتقول انا حسيت الاحساس ده، او انت انا بشكرك ان انت قلت الحاجه اللي انا ما عرفتش اعبر عنها. فانا بحس ان ده نوع من الريليف بالنسبه لي، وببقى سعيد كمان انه يكون ريليف للناس الثانيه يعني. انا اعتقد كمان الردود الافعال باينه، يعني اغاني حمزه نمره من بداياتك خالص لحد النهارده هي الناس بتحب تسمعها وبتغنيها معاك كمان. بكره في الحفله حمزه نمره، سعاد ماسي، ومسار اجباري. في علاقه بينك وبين مسار اجباري يمكن مش ناس كتير عارفاها، انتوا في البدايات خالص كنتوا في نفس الفرقه، فرقه الحب والسلام تقريبا في اسكندريه. مظبوط، فرقه الحب والسلام كانت بقياده الراحل نبيل البقلي، ويعني في اعضاء من مسار اجباري كنا في نفس، ايمن مسعود طبعا كنا في نفس الفرقه، فاحنا بتربطنا صداقه قديمه جدا يمكن بقى لها 20 سنه. فهم اخواتي وانا بحب مشروعهم جدا، ومشروعهم قوي ومميز جدا، وبتمنى لهم كل التوفيق. وانا سعدت ان انا هقف على المسرح معاهم في حفله بكره، وطبعا بالاضافه للفنانه العالميه سعاد ماسي، فنانه كبيره طبعا. فزي ما حضرتك قلتي ثلاث حفلات في بعض، فالموضوع كبير،
فان شاء الله يعني نطلع حفله ممتازه والناس تنبسط ان شاء الله. طيب يقارن حمزه نمره محطم الارقام على يوتيوب، يعني ان كان داري او حتى رياح الحياه او حتى فاضي شويه، كلها ارقام كبيره جدا على يوتيوب او حتى غيرها من المنصات. شايف ان الارقام دي هي اللي بتحدد فعلا نجاح الفنان، ولا شايف انه الدايركت انتراكشن او التفاعل المباشر من الجمهور، شايف بتقيس نجاحك ازاي؟ هو الاثنين مع بعض، يعني هو كذا حاجه. انت يعني انك طبعا الفيوز او المشاهدات او الاستماع ده بتدل انه في ناس سمعت الاغاني وحبتها وانتشرت، ناس تحضر الحفلات وبتتفاعل معاها، ده معناها انه الناس حابه انها تسمع الاغاني دي بس لايف، بشكل لايف اكتر، وتشوف الفنان اون ستيج وهو بيبرفورم. فده كله مع بعض لازم الواحد يعني يحطه في الحسبان علشان يقدر يقيس انه الاغاني بتاعته وصلت ولا لا. والحمد لله انا اعتقد انه في اغاني كتير ليا يعني عملت نجاحات كبيره الحمد لله، واتمنى اكون يا رب عند حسن الظن في الاغاني اللي جايه، خصوصا ان انا الفتره الجايه شغال على سينجلز ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله نلحق اخر 8 ننزل بسينجل، بس لو ما لحقناش ممكن من اول 9 ان شاء الله يكون. مفيش البوم قريب؟ والله انا شايف انه السينجلز منطقيه اكتر من الالبومات، لانه الالبومات بقت شغلها متعب شويه وبيحتاج تحضير طويل جدا، والظروف عموما بقت صعب ان انت تخطط لها تخطيطات طويله وتنفذ التخطيطات دي. يعني ممكن في اي لحظه تحصل اي حاجه محتاج ان انت تغير الاغنيه دي بدل الاغنيه دي، او فانا شايف انه السينجلز اوقع في الفتره الحاليه، وعشان تضمن الاستمراريه. انا بالذات لما بعمل البومات بقعد كتير اشتغل، ممكن اقعد سنه ونص وسنتين، فبالنسبه لي ان اعمل اغنيه وانزلها اعمل اغنيه وانزلها يعني تجربه اول مره اعملها. اللي فات كله كان البومات، فاتمنى ان شاء الله تكون استمعنا عشان احنا مستنيين البوم. يعني برضو احنا مستنيين السنجلز بس عايزين البوم هجمعهم كلهم واشوف بقى هل دي هيبقى سنجلز ولا البوم. بس انا برضو بستنى البومات طبعا لا ازال يعني، لكن ده اللي انا بفكر فيه دلوقتي. لكن ممكن فعلا اغير رايي واخليه مثلا بدل الالبوم يبقى ميني البوم، ممكن يبقى في البوم فعلا مع سنجلز. ف ادي احنا هنشتغل وهنشوف ان شاء الله. ان شاء الله طبعا ربنا يوفقك. بس حمزه في عندي سؤال الحقيقه، يعني انا نفسي بتساءل هذا السؤال وناس كتير قوي. يمكن انت الليركس بتاعتك مختلفه زي ما كنا بنتكلم، ودايما فيها اسئله فلسفيه واسئله ليها علاقه كده بشويه بحديث الشخص مع نفسه ومرحله نضجه ومرحله فكريه كمان كبيره. فهل دي شخصيه حمزه نمره؟ يعني انت بيبقى عندك التساؤلات دي فبتبقى حريص ان انت تقدمها، هل ده ليه اي علاقه بشخصيه حمزه نمره؟ هو اكيد بيبقى ليا انا كشخصيه يعني ليا انبوت في الكلام، لكن مش انا لوحدي طبعا، ده بيبقى معايا الشعراء اللي بيكتبوا بيبقى ليهم انبوت كبير. انت بتختار؟ طبعا بنختار وبنتناقش، احنا بتبقى اشبه بورشه كتابه اكتر، بنتكلم كتير في الفكره، بنتكلم كتير في شكل اللحن اللي هنعمله وايه الكلام اللي عايزين، طريقه الكتابه نفسها والستايل الكتابه. فبيبقى نوع من المزيج ما بين شخصيتي وشخصيه الكاتب، فما اقدرش اقول انا بس وما اقدرش اقول هم بس. وده يمكن اغلب الفنانين دلوقتي بيشتغلوا بالطريقه دي اللي هي طريقه الورش يعني. طيب ما بين داري وريح الحياه فاضي شويه، في اغاني كمان تانية؟ لا يعني في اغاني فيها لون شعبي وفيها يعني مثلا استعيذوا. انت ايه الاقرب لقلبك؟ انت بتحب ايه؟ والله ما يعني مش عايز اقول الكليشيه ان هو كلهم اولادي، بس هو فعلا ان بعمل اغاني ببقى كل اغنيه حاسسها وحاسس ان فيها فكره معينه عايز اوصلها. في اغاني بتنجح اكتر من اغاني او تبقى ليها جماهيريه اكبر من اغاني، ودي بتبقى توفيق من ربنا مش اكتر يعني، يعني بيبقى زي الرزق كده يعني. ففعلا ما اقدرش احدد ايه اكتر حاجه، لكن انا بحب الالوان الشعبي جدا وهيفضل بعمل هعمل تجارب شعبيه. لازم هيكون في اغاني ليها عمق كده وليها الواحد يتامل، ولازم يكون في اغاني ابيت ولطيفه بتناقش حاجات خفيفه. يعني لازم يبقى في كل يعني اي حاجه بتمس مشاعر الانسان والعواطف بتاعته انا هكون مهتم ان انا اقدمها بطريقتي يعني.
اخيرا انا مش عايز اطول عليك عشان عارفه ان انت لسه هتبتدي البروفا بتاعتك، ايه المفاجات اللي هتكون موجوده بكره؟ في مفاجات اصلا ولا لا خلال الحفله بكره؟ طبعا انا احرقها كلها. لا مش هنحرق طبعا، لكن طبعا هنغني كل الاغاني الناس تحبها ان شاء الله، والاغاني المعروفه، وبيبقى في بعض الالعاب كده بنعملها، حاجه اسمها لعبه الالحان، فقره لطيفه كده بنشوف الجمهور هيعرف الالحان دي ولا لا، اغاني قديمه جديده، فبتبقى الموضوع لطيف، وكل حفله بتبقى مختلفه عن الثانيه، فببقى دايما متحمس اشوف الجمهور المره دي هيعمل ايه، فانا مستني بكره بقى على ما تاخروش. اكتر ما تقلقش حمزه، انا سعيده جدا ان انا قابلتك النهارده، واتمنى لك كل التوفيق بكره. الحفله اكيد هتكسر الدنيا، واكيد من نجاح لنجاح. شكرا ليك فنان كبير طبعا حمزه نمر. شكرا ليك وشكرا للاستضافه، شكرا جزيلا.